بصراحه واحد الحمد. عندك كام سنه؟ عندي 54 سنه. سنه شغاله بقالك قد ايه في المهنه؟ بقالي 20 سنه. شفتي اي حد قال لك كلمه وحشه او اي حاجه بسبب لا 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 ما حدش قال لي حاجه. اسيب طالما الانسان يبقى محترم الناس تجلب انه يحترم. لو حد قال لي ابدا مش معقولة هيبقى انت مؤدبة هو هيرضى عليك وحش. لازم بيرد بمثل لما بترد بتكلمي. اي واحد بيكلمه كويس بتكلمي كويس. فكرة المهنة جات لك منين؟ هو كان جوزي شغال الشغلانة دي. فجوزي مات وهو عنده 43 سنة بسكتة قلبية. جاله تفرقة في الدورة الدموية بس وهو طايق طايقين عرب بقى. فمات في اليوم ده وساب لي 5 عيال. اكبر واحد كان 4 سنين وهو 26 سنة دلوقتي. طيب يعني اولاد حضرتك في كليات ايه؟ قلتلك كليه علوم، كليه تجاره، كليه اداب، والولد كليه تجاره، والواد الصغير كليه. هم 5 عيال. الواد الصغير خد بنتي زراعه. هو ده الوحيد اللي ما اتسلحش قوي. تمام. تحبي تقولي ايه لاي حد بيقول لك اصل ما فيش شغل او اي حاجه؟ انا عايزه اشغل الولدين وخلاص، مش عايزه حاجه من الدنيا الثانيه بقى. انا تعبت. انا بشتغل من 9 الصبح 12 بالليل، واقفة على رجلي رايحة جاية رايحة جاية، زي ما شفت كده وقابلتي. رايحة جاية رايحة جاية، 20 سنة، بقت رجلي توجعني، مش قادرة. أنا ماشية بالمسكنات دلوقتي. والله عندي خشونة في ركبي من الدرجة الرابعة، الدكتور قايل لي ما تمشيش، أنا ماشية بالعلاج والله.